عفوا يا اخ، المختار ابو سطيف السروجي وين محله؟ هون. يعطيك العافية. مرحبا يا عم. اهلا وسهلا ومرحبا، اهلين وسهلين وحبتين امور. عفوا انا عم اسال عن المختار ابو سطيف السروجي. ايه وصلت اخي، انا المذكور. مين حضرتك بلا صغرى؟ محسوبك مسعود الاهجر وجاي من بلاد المهجر. يا اهلا وسهلا ومرحبا، شرف ارتاح اخي شرف، يا ميت اهلين وسهلين ومحبتين. بتعرف شو قلت لحالي اول ما شفتك؟ قلت يلي بيلبس هيك بالنيطة اكيد مو من هون، مو من البلد، يعني يا اما بده يكون سايح يا اما مغتري، لانه عدم المؤاخذه نحن هون مو متعودين الا على لبس الطرابيش، اما البلرنيط يعني شغله ما بتفوت براسنا. الحقيقه انا لحظه، هوب هوب، قبل ما تحكي شيء لازم تشرب قهوه مره انت، لانه القهوه، شوف القهوه بتساعد على الهضم اولا، بتفتح القابليه ثانيا، بتخلي المعده تمشي مثل العسل. اتفضل اخي اتفضل، اطلع لك كرعة وادعي لي. تفضل. يسلموا. الله يسلمك ويخلي لي اياك. هالقهوة هي كيف ما دلت وكيف ما فتلت ما بتلاقي مثلها، ليش؟ لأنه قهوة برازيلية مخلوطة مع بن عدني، والسر بالطبخة والعيارات. صحيح. بس يا أبو سطيف الحقيقة أنا أنت أكيد عم تسأل عن حدا وما كنت تستدل، قاموا ولاد الحلال دلوك علي، مو هيك؟ بالله يلي مو، الحق بإيدهم، لأنه أنا ما بتخفاني خافية، ومنين ما نقرتني؟ برن. صحيح، هذا اللي صار، لأنه أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، أنا حافظ نص ولالات وأنساب هالبلد، يعني عيال هالبلد، يعني معظم العائلات المهمة عندي شجراتهن، من شروشهن وجذورهن هيك لحتى تصل لغصانهن وفروعهن عندي، واللي دلوك لعندي عرفانين لوين يبعتوك. جزاهم الله كل خير، جزاهم. ايه اكيد، لاني لا، ليش عم بحكي هالحكي انا؟ لاني واحد من خمسة بهالبلد اللي بيملكوا هالمعلومات هي، ما حدا غيرنا بيملكها، بعدين وينك؟ هالحكي ما بينطبق على العائلات الاصلية اللي هو، ما بينطبق ابدا. قد يجوز العكس هو الصحيح. قد يجوز، ليش؟ لانه حتى العائلات النازحة من برا، والمهاجرة لجوا، والمستوطنة بيناتنا، عندي خبرها. بدءا من عائلات داغستان، الشيشان، الألبان، الأرناؤوط، وانتهاءا بعائلات أذربيجان وتركمانستان، ومرورا بعائلات أرمينيا وجبال طوروس وكردستان، ووصولا لأحفاد القياصرة الروس الهربانين لبلادنا، وكله عندي بهالموسوعة هون هون، يلي قد يجوز تكون مو معبية عينك. ونعم والله، بس انا مثلا على سبيل المثال، حضرتك من بيت بعجر، انعم واكرم. بعجر عظيم جدا. أعجر والسبع تنعم دقوا على الخشب. بقى السؤال يلي يفرض نفسه، لان في اسئله تفرض نفسها احيانا، هو التالي: انت بتعرف شو اصل العيله تبعها؟ لا والله. هالعيلة يا سيدي كانت ساكنة بالجزيرة من 100 سنة، وبعدين انتقلت لحوالين الشام هون حوالينا يعني، وبالأصل الأصل هي ما كان اسمها عيلة أعجر، كان اسمها يا سيدي من لأنت عيلة بعجر، نسبة لقبيلة بعجرية يلي أسسها جدكم الإسباني وستكم الغجرية، وبالظاهر جدكم الكبير كان راسه أعجر شوي يابس يعني تنح، ومشان هيك سموا هالعيلة اسم بعجر. لا تأخذني هيك لك، صدقني هي أول مرة بسمع بهالمعلومة. ولسه يا ما رح تسمع. أبو سطيف سروجي أنا، مو مأمور النفوس. بقى قلي شو طلبك، شبيك لبيك أبو سطيف بين إيديك. والله بيت فستق بتعرفهم؟ أنو فستق منه؟ لانه عنا 3 عيال نحن اسمه فستوق. اول عيله اصلا من الحجاز، والثانيه اصلا من وادي حضرموت، والثالثه انفصلت عن بيت مواليح من شي 70 سنه، وصارت عيله هيك مستقله بحد ذاتها،
بقى يا ترى انت انو فستق بدك منه؟ بصراحة ما بعرف، بس انا رح احكي لك القصة من اولها، وانت من خلال حديثي اكيد رح تستدل على الفرع المطلوب من فروعة فستق. شي ناهي، شي ناهي كتير فوقاني، هات لشوف، عم اسمعك انا. انا لما كنت بالمهجر تعرفت على شاعر مهم كتير اسمه عبد السلام فستق، وهالشاعر كانت امنيته بالحياة انه يرجع على بلده ويندفن تحت ترابه، بس للأسف هالأمنية ما تحققت ووافته المنية قبل أسبوع من رجعته على بلده. لا حول ولا قوة إلا بالله، أمنت بالله عبد، ولا تعلم نفس بأي أرض تموت، ما له نصيب يرجع، ترابه موهود برا. المهم إني لقيت بين وصايا المرحوم وصية بتقول أنه ينطبع ديوانه جديد هون بالبلد، وبصراحة أنا حابب حقق له هالأمنية. يا سلام، يا سلام عليك يا أستاذ، يا سلام عليك شو إنك ابن أصل، والحقيقة أنا معجب كتير بلهفتك بحماسك لتحقيق أمنية المرحوم، بس ما بعرف لحد هلأ ما عرف شو دوري بالموضوع. أنا جايك بالحكي يا عمي أبو سطيف، هو كاتب بالوصية إنه أولاد عمه ممكن يساعدوه بهالشي لأنه كلهم وطنيين ورجال سياسة، ومأكد كمان بوصيته انه هالديوان ما ينطبع وما ينعطى الا للشخص الاكثر وطنيه بيناتهم. وهون بتبدا مهمتك يا مختار. مهمتي انا؟ اي نعم، والمطلوب انك تساعدني لاوصل لاولاد عم المرحوم. الحقيقه هالشغله ضبابيه، ضبابيه تماما. ما بعرف. طيب انت ما بتعرف شي عنه؟ قول لنا راس خيط. أنا كل اللي بعرفه إنهم ست إخوة وكلهم بيشتغلوا بالسياسة. ها ها، هلأ هبت، هلأ هبت رياح اليقين والضباب تلاشى. خلاص خلاص، اعتبر حالك وصلت أنت. يعني عرفتهم؟ واحد واحد عرفتهم. الله يبشرك بالخير يا مختار. قلي كيف بقدر أوصلهم؟ هدول يا سيدي من لا أنت ست إخوة، ستة وكلهم تجار كبار وملاكين ورجال أعمال، وفوق هالشي رجال سياسي، يعني معروفين كتير بالبلد، وإذا بتحب فينا من بكرة نقابلهم. يا ريت والله. أنت ولا يهمك تترك هالشغلة علي، ومن بكرة منبدأ برضوان فستق، هذا تاجر أقمشة على مستوى عالي بسوق الحرير. يا أهلا أهلا. لا لا لا، ليش هيك؟ ليش هيك بتساوي؟ أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. اهلا وسهلا، عليم الله شرفته. يسلموا. ايه والله من اراضيك. ايه الله يرحمك يا ابن عمي عبد السلام، شغلت إيه؟ عبقري وموهوب. ايه ايه بالفعل يا جماعه، هالزلمه هاد رفع راس عيله بيت فستو هون وبالمهجر. ايه سمعت انه حضرتك تشتغل بالسياسه. ايه طبعا طبعا. ايه لك لك استاذ اعجا، السياسه عم تمشي بدمهم لبيت فستو، يعني رضعانين سياسة، شربانين سياسة، هاضمين سياسة، سياسة، سياسة. هو الصراحة كل وطني حريص على بلده لازم يمارس العمل السياسي. أنا مثلاً عضو ناشط بحزب التلاحم والتماسك. معلش رضوان بيك، أنتر بارانتيز، رضوان بيك هاد كان من أبرز دعاة الاتحاد والاندماج بين حزب التماسك وحزب التلاحم هاد. بالفعل. ايه بالفعل، يعني بفضلي وفضل بعض الغيورين على المصلحة الوطنية العليا اتماسك حزب التماسك مع حزب التلاحم وتلاحم معه. صحيح، أنتر بارانتيز، صاروا حزبين بفرد منهج وبفرد خط، خصوصي بعد ما تبنوا شعار سياسة الفشخة فشخة نحو تحقيق كل الأهداف البعيدة والقريبة. حلو كتير. تعالوا تفرجولي على ألبوم الصور. هاي صورتي أنا ورئيس حزب التلاحم. حلوة كتير. طيب أنتر بارانتيز هاد مين؟ ولك هذا أنا. أيوة. وهي صورتي أنا ورئيس حزب التماسك. حلوة كتير، مغير. هاي صورتي على طاولة العشاء بعد مؤتمر الاندماج. أيوة. أنتر بارانتيز هاد مين؟ ولك هذا أنا. كمان؟ إيه اللي على رأس طاولة. هاي صورتي أنا ورفقاتي بمعسكر الاستعداد لحرب فلسطين. طيب أنت وينك؟ أنا اللي عم نطمو فوق الحاجز.
شي جميل. لك شو مفكر انت؟ رضوان بيك تاريخ، تاريخ نضالي عريق وشروشه ضربة بتراب هذا الوطن. أسيدي شو الموضوع اللي جاي من شانه؟ ايه سيدي، شلون لقيت لي اياه لهذا رضوان بيك؟ ما بعرف، لسه ما قدرت كون عنه فكره كامله. طيب ليش ما فتحته بموضوع الديوان تبعه؟ لا ما بيصير، لازم شوف الاخوات كلهم وبعدين نقي الاكثر وطنيه بيناتهم وسلموا الديوان. معك حق مثل ما بدك. ايه وهلا مين بدنا نشوف؟ ها يا سيدي، هلا بدنا نشوف عبد الحميد بيك فستو. انتر بارانتيز، هذا من اكبر تجار الخيول والمواشي، يعني بتقدر تقول عنه ملك الزرايب والبوايك بالبلد كلياتها دون منازع. طيب خلينا نشوف. ما في مانع، تفضل. ايه الله يرحمك يا عبد السلام ويجعل مسواك الجنة. امين يا ارحم الراحمين. بتعرفوا يا جماعة، هالمسكين عاش غريب ومات غريب. هيك حال الدنيا، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا اله الا الله. ايه بتعرف يا سيد مسعود، انت فتقت لي جروحاتي. اخ لو تعرف قديش كنت حبه للمرحوم. وهو كمان كان يحبكم كتير وكان يذكركم دائما بالخير. الله يرحمه كان يقول لي اولاد عمي من الرجال الوطنيين البارزين ومن اقطاب السياسه المهمين بالبلد. هو الحقيقه ما كذب خبر ابدا من هالناحيه. ليش ما بنقعد بالمضافه ونحكي؟ شرفوا ايه ظريف ظريف بالمضافه. انتر بارانتيز بعيده من هون. لا 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 شرف تفضل. ايه حاكم رجلي تجعني. على ما اهلا وسهلا اهلا وسهلا. معلومة انتر بارانتيز، عبد الحميد بيك من رجال السياسة الكبار بالبلد، وهو من الناس اللي انخرطوا بالعمل السياسي من اول ما فتحوا عيونهم على الدنيا. يعني انتر بارانتيز رضعانين السياسة بالملاطة وهن لساتهم بالانداء. ويا ترى عبد الحميد بيك حضرتك من نفس الحزب؟ أنا حزب؟ حزب التماسك، حزب اخوكم رضوان. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت اخي مسعود؟ معقولة انا انتسب لهيك حزب معت؟ انا عضو محرك بحزب الطريق الوعر. ويا ترى هالحزب بيختلف كتير عن حزب التماسك؟ ليك لسه بيقول لي تماسك؟ نحن وين وهن وين؟ في خلاف بيناتنا من الارض للسماء. ملاحظة انتر بارانتيز استاذ اعجر، التماسك رافعين شعار الفشخة فشخة، وجماعة عبد الحميد بيك ضد هالمبدأ من شروشه، ضده تماما، مو هيك عبد الحميد بيك؟ طبعا طبعا. وشو شعار الطريق الوعر؟ كل فردة شكل، قصدي كل فشخة شكل. طبعا طبعا، لأنه السياسة بدها مرونة ومناورة وأخد وعطا، مو تيبيس راس ولوحني على الفاضي. يعني قصدي باختصار، أهداف ومبادئ أي حزب لازم تكون مرنة وقابلة للتطور وللتماشي مع كل الظروف والمستجدات. أيوة أيوة مفهوم. خذ مثلا، نحن تظاهرنا ودعينا للأضراب وقت الحكومة رفعت سعر كيلو الخبز نص فرنك، علما أنه مصلحة الشعب فوق كل مصلحة. بس لما الحكومة شرحت لنا أبعاد القرار وأهميته لاقتصاد الوطن وقفنا الإضراب فورا واقتنعنا، بينما التماسكيين أضربوا هيك على عماها بدون ما يعرفوا الطيخ من البطيخ. المهم أنتوا اثنين عم تشتغلوا لصالح الوطن والمواطن،
وهذا الشيء بيدل على انه ما في مشكله بنوب. إيه لكن لكن بيت فستق دول بيت فستق ما في شك بوطنيته واخلاصهم لهالبلد هاد، بيت سياسي ووطني لامع يعني انتر بارانتيز، هدول بيت فستق مو بيت بزر وقضامه. هاي صوره مع رئيس حزبنا حزب التباكي على الماضي، وهي صوره مع مؤسس الحزب. اه صحيح، حلو كتير. يا سلام يا سلام على هالصوره، شايف يا استاذ اعجاب؟ شايف عيونهم عم تقدح شرار ووطنيه. وحزبنا يا استاذ هو الحزب الوحيد اللي عرف يقرا التاريخ صح، والامه اللي ما لها تاريخ وماضي ما لها حاضر ومستقبل. طبعا طبعا. وللاسف الشديد كل الاحزاب اللي عم تتناحر وتتناطح الساحه راكده ورا نظريات ومناهج مستورده من الغرب، ونسياني او عم تتناسى تراثنا العظيم وماضينا المشرف. لذلك حزبنا طرح شعار يلي ماله قديم ماله جديد. ومو بس هيك استاذ اعجب، انتر بارانتيز الجماعه عم يتبعوا سياسه فشخة لقدام وفشختين لورا، يعني ماجد بيك فستو من الشخصيات المشهود بوطنيتها وغيرتها على التراث العربي وغيره. الشروش الشروش ضربة بصخر هذا الوطن. واضح هالشي يا مختار، سيماهم في وجوههم، وعلى ما يبدو العيلة كلها هيك. عفوا أنو عيلة؟ قصدي إخواتك. لا لا لا، إذا بتريد لا جيب لي سيرتهم أبدا، أنا وين وهن وين؟ يا حصار كلهم انحرف وكل واحد أخذ طريق شكل، وما بنقدر نقول إلا الله يهديهم ويردوا لعقولهم. آمين يا رب يا ربي يا ربي، لا تضلنا بعد إذ هديتنا يا رب. لا تواخذونا يا جماعة، أخذنا الحديث وما قلنا لكم شو بتشرب. شاي شاي إذا ممكن. آسف أنا ما بضيف منبهات، لا شاي ولا قهوة. أصبح خلي المسألة على ذوقك يا ماجد بيك. طيب شو رأيكم لبن عيران؟ وسط إذا ممكن. حاضر. يا ابني ثلاثة لبن عيران إذا سمحت، ملح الوسط. أهلا وسهلا. يا مازن. وين مختار؟ الله يرضى عليك اثنين شاي. أنا ناسي. اكرك. ايه استاذ اعجب، شو رايك بيلي شفته لحد هلا؟ الحقيقه عيله غريبه عجيبه، لكن ما في عقل واحد منهم بيطبق على عقل الثاني. ولسه ما شفت شيء. بتصدق يا مختار انه صار عندي فضول كبير لاتعرف على باقي الاخوات؟ ايه تكرم عينك، شو عليه؟ حاكم انا هالاخوات كلياتهم عامل لهم برنامج، البرنامج عندي هون. ايه وهلا صار دور مين؟ ها ها، هلا صار دور عامر بيك فستوك، وعامر بيك انتر بارانتيز واحد من اكبر تجار التحف والانتيكات بالبلد كلها، من اكبرهم. لا والنهفه انه كلهم تجار كبار. صحيح، بس انتر بارانتيز كل واحد مسيطر على فرع من فروع التجاره، كل واحد. يعني كل واحد له اتجاه سياسي واتجاه تجاري مستقل عن البقيه. بالضبط استاذ اعجاب، هذا اللي صار يصير فيهم بالضبط. شو هالعيلة هاي؟ أكيد في وراهم سر كبير. أنت لا تستعجل وتقول سر مر، بكرة بتعرف كل شيء. تفضل تفضل. الله يزيد فضلك إلهي ويخلينا إياك ولا يحرمنا منك. اي والله ضيعتي. شو بتحبوا تشربوا؟ شاي اذا ممكن. انا كل هالمشاريب اللي بتذكرني بالفولكلور والتراث تبعنا ما بحبها وما بفوتها لعندي، يعني انا ستايلي غربي بحت، فانا ما بجيب لعندي غير المشاريب الغربيه. عظيم، اذا مو مشكله هات شربنا اللي بدك اياه. شو بتكون يعني؟ مثلا في عندي كاكاو، كابوتشينو، اكسبريس، جامايكا صوص الكحول. كابوتشينو يا ابن نوار. حاضر. هات ثلاثة كابوتشينو يا زلمة. حاضر. خليه يقبي بالرغوة. الحقيقة أنا بعزه كثير للشاعر عبد السلام، وبعتبره سابق عصره، لأنه اتجه للغرب وقدر يقطع جذوره كلها. لا إذا بتريد.
عبد السلام ما قطع جذوره أبدا، بالعكس تماما، كان مرتبط بالأرض والوطن وكأنه عايش هون. لا لا يا أستاذ، ليش نحن مو مرتبطين بالأرض والوطن؟ لمعلوماتك نحن كلياتنا عنا حس وطني، بس كل واحد بيعبر عن هالشي بطريقته. خذني أنا مثلا، أنا عضو فعال بحزب اسمه A Look to the Future، يعني نظرة إلى المستقبل. أنت أكيد سبعان عنه، يعني أخذ عنه فكرة صغيرة. حزبنا يا أستاذ عم يتطلع لقدام ولا ورا، عنده مشروع كامل للنهوض بالوطن من خلال الاحتكاك بالغرب والاستفادة من خبرته. بس للأسف لسه في ناس لهلأ عم بيحاولوا يشدونا لورا ويرجعونا لعصور ما قبل التاريخ بحجة إنه اللي ماله ماضي ماله مستقبل. اي صحيح، نحن قابلنا اخوك وشفنا قديش مؤمن بهالفكره. اي بلا اخي بلا بطيخ مبسمير، اخي غرب السياسه وكلمه بتاخده وكلمه بتجيبه، مخه فاضي، ورقه صفرة بكتاب مهرهر، وسلفي كتير ومتعلق بالماضي اكثر من. اي صحيح صحيح، بس التاريخ التاريخ تاريخه بس وراح وقته. هاي الدوله الرومانيه صارت اعظم امبراطوريه بالعالم وهي لا 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 تاريخ ولا اصل ولا فصل. بعدين حتى بوقتنا المعاصر في امثله كثير من هالنوع. ما بعرف، هي بتضل وجهه نظر. اخي نحن شعارنا واضح وصريح وموضوعي، انظر الى خلفك بغضب، يعني تطلع لقدامك ولا تلتفت لورا بنوب. ونعم شعار والله. شو وين الكابتشينو؟ الله يسود وشه يا بنوار. يا بنوار Could you please bring us the cappuccino? عظيم كتير، وحيد بيك، داهية كبير، داعية كبير لإعادة بناء وتغيير كل الأحزاب الموجودة على الرقعة على الساحة. شرفنا وحيد بيك. نحن اللي زدنا شرف. وحضرتكم مو منتميين لأي حزب؟ أنا أحد مؤسسين حزب نحن هنا. وشو شعار هالحزب بقى؟ ما له شعار. معقول؟ معقول في حزب بلا شعار؟ اي نعم، نحن حزبنا ضد كل الشعارات وضد كل الخطط والمناهج والأيديولوجيات، والمرحلة هي بالذات ما بدها شعارات، بدها بناء وعمل وشغل. الوطن ما بده حكي وما بده منظرين، بده سواعد تبني وتشتغل. من هالناحية معك حق، هذا أهم مبدأ سياسي ممكن الواحد يحكي فيه. إيه طبعا، وحيد بيك أنتر برانتيز ما اشتغل بالسياسة للتسلية وتعباية الوقت، لا بالعكس تماما، السياسة ماشية بدمه جنبا إلى جنب مع الكريات الحمراء والبيضاء، مشان هيك وقت بيحكي عن تجربة ونضوج وبعد رؤية، وبيحب يغامر ويقفز بالمجهول قفزة ذكية شاطرة. شكرا يا مختار، أخجلتم تواضعنا. بس عفوا، ما عرفنا رأيك بالأفكار اللي متبعينها أخواتك. أرجوك يا سيد مسعود لا جيب لي سيرة أخواتي أبدا، والله يعين كل حي على بلواه. للأسف الشديد كل أخ من إخواتي انبلى أو تورط أو انساق خلف نظرية معينة أو أسر حاله ضمن نطاق ضيق. طبعا هذا ناتج عن عدم خبرة بالسياسة وضعف بالرؤية العامة للوضع العام، ويمكن نسيوا أو تناسوا بأنه السياسة بدها شمولية، بدها انفتاح على كل التكتلات والقوى والتيارات. بس شو بدنا نساوي؟ الله يعين كل حي على بلواه. آمين آمين يا أرحم الراحمين. عدم مؤاخذة يا شباب، التهينا باللعب والحكي ونسينا نسألكم، شو بتحبوا تشربوا؟ شو الموجود يا ترى؟ كل شيء موجود، كل شيء، قهوة، شاي، كابوتشينو، لبن عيران، عرقسوس، كازوز، جامايكا بلا كحول، في رز بحليب،
في رز بحليب. اثنين رز بحليب. تكرم عينك. هات يا ابني اثنين رز بحليب بسرعة. ايه اللي استاذ اعجب. قررت انو واحد بيناتهم اكثر وطنية. والله شي بحير. يعني الخمس اخوة اللي شفناهم لحد هلا كل واحد له منطق شكل، وصعب تعرف مين الصح ومين الغلط، مين الوطني ومين مو وطني. ايه معك حق. دخلك وهذا السادس مثلهم كمان. ها يا سيدي من اللي انت معتصم بك فستو انتر بارانتيز، هذا اكبر تاجر موالح بالبزورية كلياتها. ايوه وهذا لانه حزب منتمي. ها هذا الوحيد يلي مو منتمي لاي حزب. يعني ماله بالسياسة؟ إله بسياسة، مو شيت إنه ما إله، بس ما له انتماء محدد. ها وكيف هيك بقى؟ يا سيدي هذا تركينه احتياط. شلون يعني؟ ما فهمت عليك. هلأ إلي أنت لمين قررت تعطي الديوان؟ أنت شو رأيك؟ أنا برأيي إنه الكل يتشاركوا عليه. هلأ هدول بدهم يتشاركوا؟ ما أنك شايفهم شلون عاملين مثل الإخوة الأعداء؟ بالعكس تماما، هدول مع بعضهم مثل السمنة والعسل. مختار انت مخبي علي شيء؟ انت عندك للسر مطرح؟ ولو في 100 مطرح. يا سيدي استاذ اعجر، هدول بيت فستو 6 تجار، 6 وكل تاجر ماسك فرع تجاري شكل، بس هنن بالواقع شراكة بكل شيء من تحت لتحت. شراكة؟ شلون هيك؟ والخلافات السياسية اللي بيناتهم؟ ايه ما في خلافات ولا بطيخ مبسمير. هدول انتر بارانتيز سياستهم الوحيدة المصلحة النفعية، المصلحة الشخصية وبس. مشان هيك وزعوا حالهم على أحزاب البلد بحيث إنه يكون إلهم إيد بكل حزب من هالأحزاب، والحزب يلي بيوصل وبيستلم وبيمشي سوقه بيمشي مصالح كل الأخوة. يا لطيف يا لطيف، فعلاً خطة جهنمية وما بتخطر على بال حدا. طيب والأخ السادس ليش تاركينه برا بلا حزب؟ ها هذا مثل ما قلت لك تاركينه احتياط لحتى إذا طلع شي حزب جديد يتحشوه فيه دغري وما يطلعوا برا. انتر بارانتيز السياسي تكتيك. شو شباب؟ ما بدكم تطلعوا سيران هالجمعة؟ طبعاً بدنا نطلع. بصير يعني أصلاً أنا بنطر يوم الجمعة مناطرة مشان هالسيران. وأنا كمان نفس الشيء. الله وكيلكم عم ينطوش راسنا من الحسابات والأرقام والجداول، وما بصدق على الله إمتى يجي يوم الجمعة حتى ريح راسي فيه بقى أقل منها. طيب ومين بده يستلم إدارة السيران هالجمعة؟ ما بعرف، بس يمكن صادر عماد بهالجمعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما راح نرتاح من الحسابات والأرقام حتى بالسيران؟ ليكوا على الحكي، هذا فوق ما راح نحطك مدير للسيران. بس مدير ليوم واحد. ها يا حبيبي وصلي. صحيح نسيت لكم، ابن خالتي نزار حابب يطلع معي على سيران الجمعة، وأنا ما أعطيته الأوكي قبل ما شاوركم. بقى شو رأيكم؟ مو مشكلة، بس لا تنسى أنه الانضمام لشلتنا له متطلبات وله شروط، يعني لازم يكون من نفس طينتنا ونفس عجينتنا. طبعا، واهم شيء يكون خريج جامعه ومن كليه لها علاقه بالمحاسبه. من هالناحيه اطمنه، الرجال حامل لصنص من كليه التجاره ودبلوم من كليه المحاسبه، وهو حاليا عم يشتغل مدير معهد بيت الكمبيوتر. اها هلا عجبتني، لانه لازم يمارس عمل له علاقه بالمحاسبه. يا سيدي لا تحمل هم، هذا الشرط محقق، وهلأ هو موظف بقسم المحاسبة بشركة الاستثمارات العربية. عظيم، أصبح لازم يكون من هواة الحساب والأرقام وحل الألغاز الصعبة. يا سيدي روح قلبه هالشغلة،
بعدين صاحب مراه وبيحب الطرب وحافظ أكثر من 1000 نكتة ونهفة، يعني دمه خفيف. عظيم كتير وهذا المطلوب. أصبح خلاص منطلعوا هالجمعة معنا كنوع يعني من الاختبار، وإذا لقيناه مناسب منضمه للشلة بشكل رسمي. ما في مانع، بس هلأ فكرونا أنتو شو بدنا نتغدى بالسيران قبل كل شيء. يا سيدي أنا بقول أحسن شيء نعمل مشاوي، ولا تنسوا الشوربة بالعصاعيس من تحت دياق أبو صطيفة. تكرم عينكم، هاي مقدور عليها. وغيره يعني مع شوية سلطات ومقبلات ولبن عيران بتصور بكفي. ولا تنسوا الحلويات والفواكه. آها، معناها أنا رح أبدأ حضر قائمة بالمشتريات وأعمل جدول للصرف العام ووزع المهام بين بعضنا. ما عاش من يخالفك أستاذ عماد، أنت خطيت ونحن علينا التنفيذ. ماشي الحال، اتكلنا على الله. كمان هالجمعة في سيران؟ ايه طبعاً، مثل العادة. ليش تفاجأتي؟ وإمتى الله بده يتوب علينا من هالشلة؟ شف، ليش بيشو زعجتك هالشلة؟ ولا شي سلامتك، بس أنا اللي بعرفه حبيبي إنه كل العالم بتخصص يوم الجمعة للمرة والولاد إلا حضرتك أنت، بس أنت وشلتك المصونة. ولك يا روحي فهميني، يعني ما بكفي عم ألزق بوشك كل أيام الأسبوع؟ بقى ارتاحي من خلقتي هالنهار، ما بتخسري شي. ها طيب، يعني أنت ليش مصر إنك تطلع سيران مع هاني ومصطفى بالذات؟ والله ليش ما بتطلع مع بيت أختي مثلا؟ معلش يا سهيلة، دخيلك أنا ما بنسجم لا مع أختك ولا مع جوز أختك. لا طينتهم من طينتنا ولا عجينتهم من عجينتنا. جوز أختال يعني خلاص؟ إذا ما طلعت مع هاني ومصطفى انقطعت سيارين من العالم؟ سهيلة حبيبتي، بيقلك المثل كل ولف على وليفه يلفي، وبيقول كمان قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. وأنا وهالشباب في أشياء كتيرة مشتركة بيناتنا، وأهم شيء أنه ثلاثتنا محاسبين وشغلتنا وعملتنا الأرقام والجداول. يعني يلي بقصده في حديث مشترك بيناتنا، في منقعد منحكي عن التكليف الضريبي، عن الجباية، عن تنظيم جداول الصرف، عن طرق جديدة لمسك الدفاتر وتنظيم الأرباح، شيء من هاد يعني. إيه يعني وضروري تفتحوا هيك سير بالسيارين؟ لكن عن شو بدنا نحكي؟ هذا شغلنا وهي اهتماماتنا. هلأ شوفي سهيلة، ليش مثلاً الشوفيرية بيطلعوا سيارين مع بعض؟ آه؟ ليش؟ لأنهم بيعدوا وبيحكوا عن السيارات وأعطالها ومشاكلها. الحمصانية لما بيطلعوا مع بعضهم عن شو بدهم يحكوا يا حزريك؟ بيحكوا عن الحمص والمسبحة والفول والتزهقية. فشي طبيعي لما بيجتمع ثلاث محاسبين كبار مثلنا أنهم يحكوا بالمحاسبة والأرقام. طيب وإذا اجتمعتوا هنيك مع واحد ما له علاقة بكل هالقصص، شو بتعملوا بالله؟ ما لنا مضطرين نجتمع مع هيك واحد أبدا، ما لنا مضطرين. نحن شلتنا من آية عالصينية إلا وكيلك، يعني كلياتنا منتمتع بسرعة بديهة وذكاء متقد ومرونة بالتحليل والاستنتاج وقدرة على الاختزال وإجراء العمليات الذهنية بسرعة. بقى مين هذا اللي رح يفوت بيناتنا هيك فوتة؟ مين هاد؟ بعدين معقولة اترك هيك شلة واطلع مع جوز اختك يلي ما بيعرف 5 × 9 قديش؟ لك سهيلة مشان الله زيني بعقلك وجاوبيني. شو عماد؟ خلصت توزيع المهام؟ ايه خلصت، كل شي جاهز. هذا جدول بالمشتريات، وهذا جدول بالمواد العينية يلي بدنا ناخدها، وهي برنامج الأنشطة الموازية للسيران، وهي قائمة لكل واحد فينا بالأغراض اللي بده يجيبها. تفضل تفضل. اوعى تكون نسيت شيها. لا لا ولا يهمك، كل شيء مسجل. المهم انتو تقيدوا بالجداول ولا تنسوا شيء. لا ان شاء الله ما بننسى شيء. اوعى كاسد هاني، لا تنسى تجيب ملقط الأرجيلة لأنه من حصتك المرة الماضية قضينا السيران بلا ملقط. شرشحنا يعني. لا لا خلاص، أول شيء رح أجهز الملقط. وأنت سيد مصطفى مو تاخذ لي الراديو وبطارياته خالصة؟ حط بطاريات جديدة على حساب صندوق السيران. ولا يهمك، بس مشان نزار ما بدنا نكلفه بشي مهمة. هالمرة خلي نزار على جنب باعتباره جديد على الشلة، يعني لساته غر. السيران الجاي بيكون أخذ هوانا وأخذنا هوا. كتير منيح، حددت ساعة الانطلاق عماد؟ أي نعم، هاي البرنامج جاهز قدامي. التجمع وإجراء التفقد الساعة 10:00 صباحا، الانطلاق بإذن الله الساعة 10:30، والعودة بإذن الله الساعة 19:00. ماشي الحال،
على بركة الله. يلا يا شباب اللحمة استويت. قوم سخن شوربة العصايص لعيونك. يلا 10 دقايق بتكون جاهزة. يا عيني عليك. وأنا راح أضبط السلطة. تسلم لي عينك. صحيح يا شباب، قبل ما أنسى، مين اشترى جرزة البقدونس ونحن جايين على الطريق؟ هاني دفع، سجل له 10 ليرات وسجل لنزار إجرة السيارة. بسيطة يا جماعة، بسيطة مو محرزة. لا 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 أخي نزار، كل شيء محرز الله يخلي لي إياك. نحن هيك طبعنا، منحب نسجل كل شيء ومنحاسب على التكة. نظام أمريكي يعني، أمريكانية. يا ستي بزمانه جوزي عماد كان عم يقبض مبلغ كبير، والمصاري عم تنزت على طاولته رزم رزم، وكل رزمة مبلغ 50,000 ورقة. فطلع هيك على رزمة من الرزم وسحبها وقال له للزلمة هدول ناقصين ورقتين. إيش ورقتين؟ يعني 1000 ورقة؟ فقال له الرجال لا مو معقول، أنا عددهم مرتين ثلاثة، مو معقول شو الحكي؟ إيه جوزك ما بينخاف عليه، ما شاء الله من تطليعة واحدة على رزمة المصاري بيعرفون قديش. إيه طبعاً، شو لكان؟ المهم ما كذب خبر، فك الرزمة وعدها وطلعوا فعلاً ناقصين 1000 ورقة. برافو عليه، منيح اللي انتبه، ولا كان بده يدفعهم من جيبته. شو لكان؟ عماد ما بتمرق عليه هيك شغلات منهم. وجوزي هاني نفس الشيء. الله وكيلك، بس يفوت على السوبر ماركت مشان يشتري شوية أغراض بتطلع معه قيمة الفاتورة قبل صندوق الكاشير تبع المحل، يعني بتطليعة وحدة على الأغراض بيعرف قديش قيمة الفاتورة. وأنا جوزي مصطفى من تطليعة وحدة على كومة البطيخ بيعرفهم كم بطيخة. اسمعوا، بزمانه تراهن هو بيع بطيخ على عدد البطيخات اللي عنده. البياع قال له هدول 85 بطيخة، جوزي قال له لا 83، وفعلا عدوهن وحده وحده. قديش طلع يا حزركون؟ 83 بطيخه، ويوميتها ربحنا 3 بطيخات كمان. فعلا يا جماعه جوازنا بالحسابات غير شكل. اي شو لكان؟ يعني موظفين كبار بالماليه، ابي افروا وافر على الطاير. ومشان هيك لاحم دمهم عدم بعضها. اي صحيح، ما بيتسيرنوا الا مع بعض. لك شبكي سهيله، ما تضيفينا ولا جوزك عماد عددهم عليك. صحيح يا جماعة، الزهر الاحتياط مين دفع حقه؟ نزار، سجلنا عندك 7 ليرات. إيه بسيطة مو محرزة يا جماعة. ما بصير ما بصير يا حبيبي. نزار حبيبي، نحن مشاويرنا كلها أمريكية ولازم تتعود على طريقتنا. يعني إذا بتدفع ليرة واحدة المفروض تحكي، ما بدي أحيى المسألة يعني. شو يا جماعة؟ إمتى بدنا نذبح بطيخة؟ حسب بروجرام الرحلة الموجود عندي، بروجرام السيران، آن أوان البطيخ. هاني تعال 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 بلش بالبطيخة. يلا يلا جايناك. صحيح، سجل لهاني 9 ليرات. ليش؟ كمالة حق البطيخة اللي دفع على البياع، لأنه ما كان معي فرطة حتى أدفع. أيوة، وهي 9 ليرات لهاني. إمتى بتحبوا نعمل الحساب الأخير؟ خليها لبعد السيران، يا أما لبعد البطيخ. ماشي الحال، لكن اذبحها البطيخة اذبحها وبعدين منتحاسب. ناردو مبارح جوزي اشترى بطيخة حمراء وثلاث بطيخات صفر. البطيخة الحمراء طلعت 6 كيلو وثلاث وق، وسعر الكيلو 4 ليرات ونص. والصفر طلعوا 4 كيلو إلا ربع، وسعر الكيلو 23 ليرة. صدقوني
قبل ما يمد ايده البياع على جيبته لحتى يطالع الآلة الحاسبة ويحسب، كان جوزي دوز دغري مناوله 109 ليرات سرقوني. الله وكيلكم جمدوا بأرضه، عن جد جمدوا بأرضه. طبعا بده يجمد لأنه بده ربع ساعة بهيك حسبة. لك حبيبتي إذا مو أكتر، جوزي بيتزاول بطريقة مو معقولة من البياعين البطيئين بالحساب، بيموت بيموت موت. طبعا بده يتزاول لانه بحياته ما رح يلاقي بياع شاطر مثل شطارته بالحساب. موظف كبير بالماليه، شو بده يكون؟ طلطميس؟ يا ستي الله يعينهم البياعين اللي بيوقعوا بايدين جوازنا، الله يعينهم. ايه طبعا موظفين كبار كثير بالماليه، مين رح يطلع له معهم؟ ايه اخي هاني انت شو دفعت؟ انا دفعت 20 ليره حق مخلل و9 ليرات كمالت البطيخه، واعطيتك 150 ليره كاش. ليش قديش طلع حق البطيخه؟ 59 ليره، مصطفى دفع ال 50 وانا دفعت الكماله 9 ليرات. لكن مصطفى رجع 9 ليرات لهاني. ما معي فراطة. قديش معك؟ 25. هات 25 لقلك. اتفضل سيد هاني، هاي 9 ليرات كمالة حق البطيخة، وهي رح سجل 18 ليرة لأبو سطيف. ها ايه أبو سطيف، انت شو دفعت؟ 60 ليرة حق العصعيص اللي حطيناهم بالشوربة، و10 ليرات حق زهر الطاولة، و15 حق ملقط الأرجيلة بدل الملقط اللي ضاع، ونزار أخذ مني 20 ليرة كمالة حق الفحم، وخصوم ال 18 اللي رجعوا من ال 25. اصبح عطي ال 20 لمصطفى. ما معي فراطة، ما في غير 50 ليرة. هات ال 50 لقلك. خذ. قديش لازم رجع لها؟ 30. وانا بدي 20. طولوا بالكم يا جماعة، هاي 25 لنزار. ايه هيك بهالحالة بقي لي لسه 5 ليرات. طول بالك، هاني اعطي لنزار 5 ليرات من ال 9 ليرات اللي اعطيتك اياهم تبعت البطيخة. ايه تكرم عينك، وين 5 ليرات؟ ايه بهالحالة بقي لي لسه 4. ابو سطيف اعطي 4 ليرات لنزار، وهي رح سجل لك 22 ليرة. ها؟ ما في 4، هي 5. منيح كثير، سيد نزار اعطي ليرة. إيه ما في معي غير 5. هات انا بصرفها. خود. ايه وانا ما قبضت شيء. كله كله مسجل، لا تخاف، ما بيروح عليك شيء. بالاول في 18 وهي ليرتين صاروا 20. لك شو 20؟ لسه في 20 من الاول، والخمسة اللي هلا دفعت لك اياها ليك. انا 20. لك شو انا 20؟ كمالة حق الفحمان. طيب هاي رح اسجل لك 20 ليرة. شوف انا عماد صرت مسجلها مرتين، يعني ما حلوة هيك. شو قصدك؟ لا لا مو قصدي شيء، بس يعني ظبط حساباتك، يعني قصدي بخلبط الدنيا انت هيك. ايه اللي عم تحكي هالحكي؟ شو نسيت اني رئيس قسم الحسابات بدائرة التفتيش الضريبي الأولى؟ لا ما نسيت، بس لا تنسى كمان اني انا كبير المحاسبين بدائرة التكليف الضريبي، وهيك حسبة ما بتاخد معي دقيقتين. ايش هري؟ سيب انت لك. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، مو حرز الشغلة. اعطوني الدفتر لكم. شباب كل واحد رجع المصاري، خلينا نبدأ من الأول. طيب لسه بكير، على شو مستعجلين؟ بكير من عمرك سؤريني، الجمعة الجاية عندي. ها هي عم قلي. أكيد تسلميلي إنتي. الله معك بالسلامة. الله معكم. الله يسلمك. لا تغيبوا كثير. ها وهي 50 ليرة للسيد عماد، بترجع على 14 لمصطفى و9 لنزار. ما معي غير 25. أعطيه 25 لنزار، خليه يرجع لك 16. أنا ما معي غير 10. أعطيه ال 10 والباقي ياخذه من مصطفى. شو ياخذه؟ أنا إلي 120 لهلا ما أخذت شيء. وأنا إلي 98. وأنا إلي 16. وينك؟ طولوا بالكم 16 15 طولوا بالكم. أنا لازم أروح على 25. بتحكي بالفاضي. خلونا نعيد، خلونا نعيد من الأول. طيب. بقيت الحسبة معقدة. كل واحد رجع مصاري لألكون. ها طيب انت بقول حق عليك، حق علي اللي سلمك الحسابات اساسا. اخي اعطيني هالدفتر، خلينا نحسبها من اول على اول. طيب تفضل. طيب. 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 طيب.